السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تصلوا علي يا احلى بنات، حطوا لي لايك وخمس كومنتات اذكروا فيهم الله وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو فضلا يا جماعه. هنا بقى كده، ده كان يوم العيد ميلاد بتاع بنت اختي. في ناس كتير في اللايف على التيك توك قالوا لي يا نجا لما تعملي العيد ميلاد ابقي صوري لنا وكده عشان نشوف الاجواء يعني. فهي اجواء بسيطه جدا وعيد ميلاد بسيط جدا، بس الفرحه اهم حاجة وبيت العيلة أهم حاجة واللمة أهم حاجة. هنا كنا هنعمل سندوتشات كده يعني أكلها نأكلها للأولاد قبل العيد ميلاد، حاجة خفيفة خالص. فجبنا كاتشب ومايونيز اللي هو الأكياس ده كمان بيفرحوا بيه جدا بدل الأزايز، تمام. وجبنا اللي هو ستريبس اللي هو أطشاب حلو جدا برضو. وهنا بقى ندي لكل واحد هو واخواته، يعني مثلا انا اولادي مثلا اربعه نحط لهم اربع سندوتشات في الطبق، ولاد اختي التانيين ثلاثه كده ونعمل لهم سندوتشات. فالوضع بيبقى حلو جدا والاطفال بتحب الكلام ده جدا. ويا سلام بقى لو حطيتي كمان الخاص اللي هو الكابوتشا، خيار، طماطم، فلفل، الحاجات دي كلها بتبقى حلوه جدا جدا. وهعمل هنا معاكم الجاتو الكوبايات وهقول لكم تكلفته رخيصه جدا جدا. هنا اول حاجه معايا نص كيلو من اللبن كنت متلجاه في الفريزر عشان يديني فوم كتير للكريم شانتيه. ومعايا هنا حوالي ربع كيلو من كريم شانتيه الخام، حطيت كمان اربع معالق من السكر، السكر العادي خالص. وبعد كده هبدا اضرب بالمضرب اليدوي ده. هنا انا هعمل لهم الجاتو اللي هو الكوبايات بطريقه سهله ومش هيكلفك حاجه، التكلفة بسيطة جدا جدا جدا. يعني أنا جبت هنا ربع كيلو كريم شانتيه، الربع كيلو حوالي جبنا بعشرين جنيه يعني. ده بقى يا جماعة حاجة اسمها جاتو كسر أو تورتة كسر. الجاتو الكسر ده أو التورتة الكسر دي اللي أنا عبي منها الكيك اللي قدامي ده، الكيك ده يا جماعة بنجيبه من المصنع بتاع الجاتو. احنا أختي عندها عارفين محل فونتانا محل بتاع جاتوهات وتورت كبير جدا معروف عندنا في فيصل والمساكن. فونتانا ده ليه المصنع بتاعه، المصنع ده بيبيع كسر الجاتوهات ده الكيلو منه بيبقى بعشرة جنيه، يعني رخيص جدا. وطعم الكيك بتاعه ممتاز جدا جدا فوق ما تتخيلوا، أقسم بالله الطعم تحفة جدا. وبيبقى ميكس بين الفانيليا والكاكاو أو بين الفانيليا والشوكولاتة. هنا بقى ده الكريم شانتيه اللي احنا عملناه مع بعض. ببدأ اعبي الكوبايات، والكوبايات دي رخيصة جدا يا جماعة، يعني مش غالية مش هتكلفك حاجة. هبدأ ان انا اعبي الكوباية من الكيك زي ما انتوا شايفين، يعني الكيك بعشرة جنيه والكريم شانتيه ده كلفنا بتاع خمسة وعشرين جنيه، لان انا جايبة نوع كريم شانتيه خام، فلو حابة تستخدمي اي نوع تاني تمام. جبت هنا بقى الشوكة وحبيت اعمل كده شكل لاني انا عند مامتي، وعند مامتي مش معايا الكيس بتاع الحلواني ولا عندي اي حاجة من اللي انا اعرف ازين بيها. تمام. فجبت بقى الكوبايات، عايزة اقول لكم ان بعشرة جنيه من الجاتو ده كيلو عمل ما شاء الله كمية كبيرة جدا، وفي ناس كتيرة جدا لما نزلت الفيديو الصغير قعدوا يقولوا لي عايزين الطريقة، فهي دي الطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص. جبنا كمان كيلو من التفاح برضو حوالي خمسة جنيه، يعني ده للتزيين طبعا، ونوع يعني التزيين اللي انت حباه ممكن تعمليه، عندك فراولة، عندك اناناس، عندك كانتالوب، عندك كيوي، كل الحاجات دي كمان بتبقى شكلها حلو. بصوا الشكل بقى النهائي تحفة جدا. واهم حاجة بقى في الموضوع ده كله ان بيديكي كمية كبيرة. هنا بقى الكوباية التانية حبيت اعملها بالطريقة دي عشان يبقى في كريم شانتيه على كل حتة الجاتو. همسك كده الكريم شانتيه واحطه في الكوباية، وبعد كده هاخد من كسر الجاتو. اسمه يا جماعة كسر جاتو، ممكن تلاقوه برضو في المحلات بتاعت الجاتو. قولوا له عايزين كسر جاتو، قولي له اسالي قولي له كسر كيلو كسر الجاتو بكام، ممكن تلاقوه في الافران بتاعه الفينو اللي بتبيع الجاتوهات، في افران فينو كتير بتبيع جاتوهات، فبتلاقوا عندها برضو كسر الجاتو ده بيتباع ب 10 جنيه مش اكتر من كده خالص. بيكون حلو وبيديكي كميه كبيره كيلو ما شاء الله، عشان طبعا الكيك خفيف فبيوزن. وهنا برضو هبدا اعمل نفس الحركه، هعمل بقى كمية كبيرة، يعني ممكن الكيلو ده يعملك خمسين كوباية. انت عارفة يعني ايه خمسين كوباية؟ دسة الجاتو 12 قطعة بتجيبيها بكام؟ اقل دسة الجاتو عندنا احنا بخمسة وتسعين جنيه.
بصوا يا جماعة دي كده نص الكمية، انا كده مصورة نص الكمية بس، ونص الكمية كنا بنخلص ونحط في التلاجة علشان ما تسحش مننا. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تحفة جدا، وتدي للأطفال بقى اللي في العيد ميلاد يعني هيكفي وزيادة، وهتفرحيهم وهياكلوا بكفاية. لو انتي طبعا عندك ما شاء الله أطفال كتيرة زي عندنا، ده الحل الجميل جدا. ولو عايزة تفرحي أولادك، لو كيكة هبطت منك ممكن تعمليها بالطريقة دي، تضربيها في الكبة وتعبيها في كوبايات وتحطي عليها كريم شانتيه وتزوياها من فوق، دي اسمها كوبايات جاتو، حلوه جدا جدا جدا. واحلى حاجه في الموضوع ان هي بقى فاهمين، كفت بقى، كفت كم ما شاء الله الاطفال واطفال البيت، يعني اطفالنا واطفال الجيران واطفال جات من الشارع، صحاب بنت اختي، ده كان عيد ميلاد بنت اختي، وهي بقى ايه حبينا نعمله لها عشان نفرحها يعني، وعلشان يعني هي بقى لها كتير ما عملتش عيد ميلاد، فامها قالت لي احنا عايزين نعمل عيد ميلاد بس يكون بسيط وما يكلفنيش. رحت قلت لها تعالي نعمل الجاتو كوبايات، نزلنا جبنا الجاتو كسر، وبجد الفكره كانت حلوه جدا وكفت بسم الله ما شاء الله يعني. جبنا كمان ازايز من البيتس اللي هي الاتنين رتل دي، عايزه اقول لكم ان الحفله مش متكلفه جامد، بس الفرحه كانت حلوه جدا. ما عملناش زينة ولا ديكورات، بس بجد الموضوع كان حلو وفارق جدا جدا. اشترينا كمان التورتاية دي كانت عاملة 150 جنيه، حلوة جدا، جبناها بالشوكولاتة عشان معظم الأطفال عندنا ومعظمنا بيحب الشوكولاتة جدا، فجبناها بالشوكولاتة. جبناها برضو من المصنع بتاع فونتانا يا جماعة، دي لو هتجيبيها من أي مكان بره من محل عارضة أقل حاجة تبقى ب200 220 والكلام ده، لكن احنا جايبينها من قلب المصنع. فانت لو حابة تشتري حاجات ما تكونش متكلفة قوي وكده، اسألي الحلواني اللي انت بتشتري منه هو فين المصنع اللي انتوا بتجيبوا منه ده، او المحل الكبير اللي بيوزع، واعرف العنوان وهاتي منه. هنا بقى نفخنا كده كام بالونه وجينا جبنا هنا. بصوا بقى انا بنت اختي عندها 14 سنه، عارفين انتوا الحته بتاعت التيك توك بتاعت نو اللي هي 14، لا خليها 41، فاهمين؟ لا نو قعدت والله العظيم على الموضوع ده اقول لها لا هي 41، دي ام 44، وقعدنا نهزر، واليوم كان جميل جدا 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 واتبسطنا. واهم حاجه يا جماعه مش عايزين تنمر، مش عايزين ايه ده ايه ده الحاجات اللي انتوا جايبينها دي البسيطه دي والكلام ده، عشان حبيت اسيب المقطع ده كده ما دبلجوش عشان تعرفوا قد ايه الدوشه كانت عندنا والاجواء كانت جميله جدا، وشفتوني وانا صايعه بقى وبقطع وبرقص بالسكينه، دي سكينه التورته، فحبيت يعني يلا نعمل اجواء وكده. الكوبايات دي يا جماعه حلوه جدا، بتنفعنا في البيبس وبتنفعنا في الجاتوهات، والميت واحده مش عارفه ب 20 جنيه، فرخيصة جدا جدا جدا. اني انت طبعا ما توسخيش اطباق وتوسخي كوبايات وتجيبي جاتوهات غالية، اقسم بالله عملنا بارتي عيد ميلاد كامل مكمل اهو، ما كلفناش 250 جنيه بالظبط، يعني هو 250 جنيه 300 كده احنا بعزقنا، يعني لما اقولك احنا 300 كده احنا بعزقنا بقى وصرفنا وكده.
بس العيد ميلاد كان حلو، وجبنا كمان طبق حلويات كيلو مش اكتر، علشان قلنا كده الحاجات هتبقى كتيره جدا، واصلا العيد ميلاد ما كناش عازمين في حد، يعتبر انا واختي عملنا فرح بنت اختي. عارفين انتوا المثل المصري ده اللي بيقولك انا واختي هنعمل فرح بنت اختي؟ هو كده، انا واخواتي وامي معانا وبس، والاطفال بقى اللي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك كتير بقى. هنا بقى خلاص كنا هنطفي الشمع، فيلا بقى اسيبكم مع اجواء الشمع. يلا يا بتشي واحده كده خد يا سكسي سكسي ما شاء الله البتشي خايبه.